الله فيك. ها؟ ايه؟ ثامر عايد من منطقة تلحميس، عم اشتغل هون صار لي هاي السنة الرابعة هون. العدد الغنم الروس الغنم الكبار 300، في 105 طليان جواها، هذول صغار. انتاجها كويس حيل يعني ممتاز تمام، حليب وجبن وكله تمام. المواد عم يأمنها لهذا التبن، عدس تبن حمص شعير حنطة يجيب للغنم. يعني هون ما في صعوبة انه تربية الغنم، يعني كل شيء موفر للغنم ولنا وللحمد لله، ما في شيء يعني صعب، كله تمام يعني، ما انه في شيء صعب او شغله ما في له. يولد تدريجيا يعني، تدريجيا مثلا الطليان الكبار هذه تفطمت يصير اولاد صغار غيرها، يعني من غيرها يصير اولاد صغار. نعلفها لما ما تصير ربط ويبيعونها كمان. هاي هي يعني خرفان صغار، والاناثي يخلونها للغنم، الخرفان الذكر للبيع. بالليل نعزل كمان عنها، نحط لهن علف، علف مع فيتامين مع مي، وبالنهار كمان نعلفهن الصبح والظهر والمساء، ننطيهن المساء كمان على امهاتن يرضعن ساعة الزمان نرجعهن عن امهاتن نعزلهن يعني. ايوه. لما تشون يرضعون امهاتن يعني من الساعة 7 والرجع طبعا في خرفان ياكل ياكل.